تجسيدا للمقاربة التشاركية بين المجتمع المدني والهيئات العمومية، وقعت أمس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمرصد الوطني للمجتمع المدني وقعا اتفاقية إطار بهدف تفعيل التعاون وتعزيز التنسيق. أمضينا هذه الاتفاقية التعاون لعلمنا بأن هذه المؤسسة الاستشارية تحتاج إلى كل المجتمع، كل أفراد المجتمع، وأظن أن المسجد هو أحد نقاط الارتكاز كما ذكر السيد رئيس الجمهورية في المؤسسات التي تؤطر المجتمع. المسجد هو نقطة التماس مع جميع المواطنين، الإمام خطابه قريب من كل الناس، وبالتالي نحن نضع كل خبرتنا كل جهودنا في طوع وخدمة المجتمع المدني. المرصد الوطني للمجتمع المدني يعمل على هذه الديناميكية، ويعمل أيضا على هذه الشراكة التي تنطلق من وزارة الشؤون الدينية إلى كل ولايات الوطن وإلى كل البلديات لإقامة برامج من شأنها أنها تنتج القيمة المضافة في الشق التربوي، في الشق وقاية الشباب، في التعاون، في التضامن، في التربية، في التحسيس، في التنشئة.